بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة لينا في الميتنج بتاع الفسيولوجي النهاردة هو الـ normal acid base balance. مش جاي أتكلم على abnormal. abnormal إن شاء الله ده بقى في الأسيد بيز والإلكترولايتس لما نبتدي هنتكلم عليه بالتفصيل. أنا جاي أتكلم normally جسمي بيحاول يصلح الأسيد بيز. طيب يعني حتى الهندرسون هاسلباخ إكويشن في الأول مش مهم تفاصيلها، ولكن عايزين نقول فيها ان ال pH is inversely related للهيدروجين concentration، يعني الهيدروجين لو زاد ال pH بتقل والعكس. ايه مشكلتنا كبني ادم؟ احنا واحنا مش ديزيز، لو بني ادم مش ديزيز احنا عرضه لميتابوليك اسيدوز في النورمال ميتابوليزم بتاعنا من غير ما انا ديزيز. نورمالي حاجه عندك ميتابوليزم كل يوم بيطلع كميه اسيدز مهوله، حضرتك كبني ادم طبيعي من غير ديزيز عرضه للاسيدوز. طب ايه هي التهديدات؟ ايه الحاجات اللي ممكن تزود تدخلني اسيدوز من نورمال ميتابوليزم؟ الكربون دايوكسيد اللي بيطلع من الميتابوليزم بتاعك، سلفوريك اسيد، فوسفوريك اسيد، لاكتيك اسيد، اسيتو اسيتيك اسيد، بيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، من الميتابوليزم العادي بتاع الكربوهيدرات والفات فانا عرضه يوميا ان انا اخش في اسيدوزز. فربنا خلق لك ديفنس ميكانيزمز تحصل في جسمك عشان جسمك طبيعي ما يدخلش في اسيدوز. نورمالي الفولاتايل اسيد اللي هو الكربون دايوكسيد بيضيف حوالي 10000 ملي مول اوف هيدروجين في جسمك في اليوم. الفيكسد اسيدز بيضيف من 50 ل 100 ملي مول هيدروجين في اليوم. الاورجانيك اسيدز بيتحولوا لكربون دايوكسيد اللي هيزود الهيدروجين في جسمي. فانا نورمالي ديلي معرض من نورمال ميتابوليزم بتاعي ان انا اخش في اسيدوز، وعشان كده ربنا خلق لنا مالتيبل ديفنس ميكانيزمز عشان ما تخش في ميتابوليك اسيدوزز، وهم الاسيد بيز بافر سيستم، وده بيشتغل في خلال ثواني، ريسبيراتوري سيستم والكيدنس. نبتدي باول ديفنس ميكانيزم ربنا خلقه في جسمنا عشان يحافظ على الاسيد بيز بتاعي، سواء جسمي دخل في اسيدوز او الكالوزز، هو الاسيد بيز بافر. يعني ايه كلمه بافر لغويا؟ كلمه بافرنج لغويا يعني حاجه بتعادل او بتصحح. هو موليكيول ماشي في الميه بتاع جسمي قابل انه يتحد مع البيز او يتحد مع الاسيد على حسب جسمي في اسيدوز او الكالوز. تعالوا نشوف مين البافرز الموجوده في جسمنا. هي عباره عن موليكيولز كيميكال سبستنس ماشيه في الميه انتراسيلر او اكستراسيلر عشان تتفاعل لو في اسيد زاد او بيز زاد في جسمي. هم البايكربونات فوسفيت بروتين بافر اند بون سولز. نبتدي بالبايكربونات بافر، ولا حاجه ماشيه في جسمي. البايكربونات في صوره كربونيك اسيد او صوديوم بايكربونات، واحد اسيد واحد بيز. لو زاد اسيد في جسمي يتفاعل مع الصوديوم بايكربونات ويضيعه، لو زاد بيز في جسمي يتفاعل مع الكربونيك اسيد ويضيعه ويحافظ على البي اتش بتاعتي نور. البايكربونات بافر من اهم البافرنج سيستم في جسمنا. ليه؟ لان البايكربونات موجود بتركيز عالي في الانتراسيلولر والاكستراسيلولر فلويد، بيشتغل في اي حته، وتكوينه سهل لانه معتمد على الكربون دايوكسيد بجيبه من اللاند و HCO3 بجيبه من الكيدني زي ما هقول دلوقتي. فهو اهم واسرع بافرنج سيستم موجود في الجسم. نمره 2 الفوسفيت بافر. الفوسفيت العادي بتاعنا ماشي، عايزين نتفق على حاجه، فري هيدروجين از اكتيف هيدروجين، هو ده الاسيديك بروتون الاسيديك. اما لو هيدروجين ماسك في حاجه الاسيديتي بتاعته بتروح. فاول حاجه عندي الفوسفيت، انا في اسيدوزس الفوسفيت يمسك في هيدروجين، انا في الكالوزس الفوسفيت يسيب هيدروجين. فالايكويشن دي رايحه كده ورايحه كده على حسب انا في اسيدوز ولا الكالوز. طب احنا قلنا البايكربونات بيشتغل ومهم جدا انتراسيلر اكستراسيلر. طب الفوسفيت مهم بس انتراسيلر؟ الفوسفيت اذا انا انتراسيلر اين بيزيد اكتر جوه او زايد اكتر جوه الخلايا، عشان كده هنستخدم الفوسفيت زي ما مكتوب كده. ليه اهميه بعيدا بقى عن انتراسيلر اكستراسيلر في الجسم؟ في التيوبلر ليومن، ليه دور في البفر بتاع الهيدروجين في التيوبلر ليومن عشان تركيزه بيزيد. طب ازاي؟ ايه الكلام ده؟ هجيله حالا. فخلينا بس نتفق على مبدئيا ان الفوسفيت مهم. ايه الفوسفيت مهم؟ انتراسيلولر. البروتين بافر عندنا كذا بروتين في الجسم مهم، زي ايه؟ زي البلازما بروتينز والبروتينز الموجوده جوه الخلايا. نفس فكره الفوسفيت، فيها هيدروجين بتمسك هيدروجين. احنا في الكالاين ميديا يسيب الهيدروجين، احنا في اسيديك ميديا يمسك في الهيدروجين، وات ايفر اني تيرمينال فيهم. الهيموجلوبين واحد من اهم البافرنج سيستم. ليه؟ كربون الخلايا بتكون كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد بيخش جوه البلاد سيل يتحول لهيدروجين. الفري هيدروجين ده ما يبي اسيدك يمسك في الهيموجلوبين ويضيع الاسيديتي بتاعته. يبقى احنا اتكلمنا فكره كل الحاجات دي، ان انا يا بمسك في هيدروجين يا بسيب هيدروجين، يا يعني عندي اسيد وبيز زي البايكربونات يتفاعل مع الاسيد لو زاد او الالكلي لو زاد. البون كالسيوم اللي جوه البون بيطلع ويبفر الهيدروجين.
عشان كده هنلاحظ دايما ان الناس بتوعنا بقى الكرونيك كيدني ديزيز واللي بيخش في كرونيك ميتابوليك اسيدوزز البوم بتاعه بيضعف لاسباب كتير منها الاسيدوزز، بيفقد كالسيوم لان الكالسيوم مهم جدا في البافرنج بتاع الحج. يبقى ان شورت تيرم بصفه عامه البايكربونات هو الاهم، البون سولت مهم في كرونيك اسيدوزز زي في الحالات اللي قلناها في الايه في الكرونيك كيدني ديزيز. جميل، يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على البافرنج سيستم، هي موليكيولز ماشيه في الدم ليها القدره انها تتحد مع الاسيد او البيز لتصليح immediately بسرعة على قد ما تقدر إيه المشكلة اللي حصل. respiratory system خلاص يعني بالنسبة لنا بدائي جدا، ولكن أقوله سريعا الكربون دايكسايد لو زاد في جسمي اللنج هتصلح الموضوع ده عن طريق إنها هتزود الventilation، لأن الكربون دايكسايد is an acid، فعشان أخلص من الكربون دايكسايد هعمل hyper respiration أو ventilation، والعكس لأن الكربون دايكسايد لما بيزيد بيتحول لهيدروجين، الهيدروجين في الدم بيستيميليت البريفرال كيمو ريسبتورز، فالبريفرال كيمو ريسبتورز هتستيميليت الريسبيراتوري سنتر، أو الكربون دايكسايد لو زاد بيعدي البلاد برين بارير وجوه البلاد برين بارير بيتحول لهيدروجين، والهيدروجين هيستيميليت السنترال كيمو ريسبتورز ومنها الريسبيراتوري سنتر ريزالت ريفنتيشن. نقطة مهمة، هو البريفرال اند سنترال كيمو ريسبتورز ويل بي ستيميليتد لو زاد الهيدروجين، يعني الهيدروجين في الدم اسف لو زاد الكربون دايكسايد، لو زاد الكربون دايكسايد يعني الكربون دايكسايد لو زاد في الدم اتحول لهيدروجين ده هيستيميت البريفرال، وبعدين الكربون دايكسايد يعدي البلاد برين بارير ويتحول لهيدروجين جوه السي اس اف ويستيميت السنترال كيموس. ولكن لو الاسيدوز كانت بسبب زياده هيدروجين من غير كربون دايكسايد يعني ميتابوليك، الهيدروجين زاد لوحده على طول مش نتيجه زياده الكربون دايكسايد، ده هيزود الريسبيريشن عن طريق انه هيستيميت البريفرال كيمو ريسبتورز بس، ان الهيدروجين موليكيول ما بيعرفش يعدي البلاد برين بارير. يعني لو افترضنا ان انا هشيل كلمه كربون دايكسايد دي وقلت الهيدروجين زاد في الدم وحصل اسيدوزس، العين هيزيد ريسبيريشن عنده بس عن طريق ستيميليشن بتاع الهيدروجين البريفرال كيمو ريسبتور. امال ازاي الهيدروجين كان بيستيميت السنترال كيمو ريسبتور؟ الهيدروجين اللي زاد في السي اس اف ده مش الهيدروجين اللي كان زياده في الدم، لا لا لا، ده الكربون دايكسايد عدى البلاد برين بارير وتحول جوه السي اس اف الهيدروجين، فالهيدروجين ده هو اللي عمل ستيميليشن للسنترال كيمو ريسبتور ناتج عن زيادة الكربون دايكسيد. واضح؟ الكربون دايكسيد لو زاد بتحول لهيدروجين في الدم وفي سي اس اف فاستيميت السنترال والبريفرال كيموسيتوس. لما الهيدروجين لو زاد في الدم لوحده من غير كربون دايكسيد ده هيستيميت مين بس؟ البريفرال كيموسيتوس. يبقى لحبيبتنا الكيدني، ايه دور الكيدني في البافرين؟ طبعا الكيدني اهميتها كلها متعلقه بالبايكربونيت. ليه؟ انا عندي بافرين سيستم في الدم اللي هو مين؟ البايكربونيت. البايكربونات ده ما يزيد الاسيد في الجسم البايكربونات هيخلص، طب انا عايز بايكربونات جديد. فالكيدني ليها دور حاجتين عشان تصلح الاسيدوز والالكالوز. اول حاجه الكلى داخله في الاسيد بيس بالانس عن طريق انها بتسكريت هيدروجين، وده اتكلمنا عليه بالتفصيل في التيبلر اليوم. انا بسكريت هيدروجين في الايرلي اند ليت بارت اوف بروكسيمال كافيتي تيبيول، بسكريت هيدروجين في اللوب اوف هانلي، بسكريت هيدروجين في الانتركليتد سيلز. فالكلى ليها دور خصوصا في الحتت اللي فيها هرمونال كنترول، الكلى بتسكريت هيدروجين، فده اتكلمنا عليه بالتفصيل. ولكن اللي ما اتكلمناش عليه بالتفصيل جدا سيرته كده على استحياء في حتتين ولسه في تفاصيل هنقولها دلوقتي، ان الكيدني ليها دور في الاسيد بيس سيستم عن طريق ريجليشن او بلازما بايكربونات، لان عندي بايكربونات موجود في الدم از بافر وهيتحرق في ثواني لما الاسيد يزيد او الالكلي حتى لو زاد، فانا محتاج اعوض البايكربونات ده. فالكلى ليها دور مهم جدا في ري ابزوربشن للبايكربونات، مش ري ابزوربشن بس، البايكربونات مي بي فلترد ونزل في اليورين هعمله ري ابزوربشن مش كده وبس، الكلى ليها دور مهم جدا انها تعمل جينيريشن اوف نيو بايكربونات بدل البايكربونات اللي اتحرق وباص فين او باص في البلازما. يلا بينا نشوف ازاي الكلى بتعمل ري ابزوربشن. والحقيقه كلمه ري ابزوربشن دي انا ما بحبهاش، بحب كلمه ريكلاميشن وهقول لي، وفي الفلتر البايكربونات او generation of new bicarbonate. خلينا نبتدي بالري ابزوربشن. هو الحقيقه انا كاتب هنا باي بروكسيمال تيبيول بس هي مش بروكسيمال بس، كذا حاجه هقولهم دلوقتي. الحقيقه هو مش ري ابزوربشن بالكلمه الدقيقه، لان كلمه ري ابزوربشن معناها ان انا عندي موليكيول نازل هنا في اليورين، انا هنا في اليورين وهنا في البلاد، ودي الخليه بتاعت الايه التيبيولز، انا دلوقتي جوه التيبيولز. كلمه ري ابزوربشن هي صح ان لو انا عندي موليكيول هو بايكربونات، هو شخصيا لو رجع على الدم دي هسميها ري ابزوربشن، صح؟ ري ابزوربشن انا عندي موليكيول في اليورين هرجعه على الدم. لكن الحقيقه القصه مش كده، مش نفس الموليكيول اللي نازل في اليورين هو اللي هرجعه الدم، هو قصه مش ري ابزوربشن اكتر ما هي قصه تعويضيه.
فقدت موليكيول في اليورين برجع قدامه واحد في الدم، ده ما اسموش جنريشن اوف نيو بايكربونيت لانه مش نيو. وانا عندي واحد فقدته وجبت واحد مكانه، ده تعويض. عشان كده كلمه ريكلاميشن ادق، هنشوف ازاي. نورمالي في ادي صوديوم بايكربونيت فقده في اليورين، عايز ارجعه على الدم. اللي بيحصل كالاتي، البدايه ان الصوديوم بايكربونيت اللي نازل في اليورين هينفصل لصوديوم وبايكربونيت. جوه الخليه دي الايكويشن دي ثابته معايا سواء في الري ابزوربشن او جنريشن. الكربون دايوكسيد بيمسك في ميه في وجود كربونيك انهيدريز انزيم يديني HTCO3، ده جوه الخليه بتاعت التيبيوز. والHCO3 هنقسم الى هيدروجين وبايكربونيت. البايكربونيت يرجع على الدم. بص حضرتك كده، البايكربونيت اللي راجع على الHCO3 راجع على الدم مش هو اللي في اليورين. عشان كده كلمه ري ابزوربشن مش دقيقه، هي المفروض تبقى ريكليشن تعويض. اللي فقدته في اليورين رجعت مكانه. طب انا كده فاضل لي مين؟ فاضل لي الصوديوم. رجعت بايكربونات، فاضل لي الصوديوم. اللي بيحصل كالاتي، هنا الصوديوم هيكستشينج مع الهيدروجين، ودي عدت علينا في كذا تيبيول، ما احنا بدلنا كتير صوديوم بهيدروجين. وبعدين الصوديوم ده هيرجع هنا بالصوديوم بوتاسيوم بامب، والكلام ده اللي احنا قلناه كله في التيبيولز. انا كل اللي زودته هنا ظهرت لك بس البايكربونات. يبقى انا خلاص رجعت هنا صوديوم بايكربونات، بس ده الصوديوم هو هو. الصوديوم اللي دخل هنا هو اللي رجع، بس البايكربونات موليكيول اللي رجع مش هو اللي نزل. طب ايه اللي هيحصل في البايكربونات اللي في اليورين؟ هيمسك في الهيدروجين يديني HTCO3 اللي تقسم لهيدروجين كربون دايوكسيد، اللي تقسم لميه كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد يرجع ويعيد الكر. والكلام ده بيحصل في بروكسيمال كومبيتيتيف تيوب والحته الثانيه. وتفتكر حضرتك في محاضره تيوب ترانسبورت قلت لك السكريشن اوف هيدروجين في بروكسيمال كومبيتيتيف تيوب ما بيأثرش على الاسيديتي بتاعت اليورين لانه مش هيكمل از هيدروجين. اهو الكلام هنا بيتثبت، الهيدروجين هنا ماسك في البايكربونات واختفى، ما بقاش هيدروجين. مش كده السكريشن اوف هيدروجين في البروكسيمال كومبيتيتيف تيوب ما بيأثرش قوي على الاسيديتي بتاعت اليورين، او ما بتأثر على الاسيديتي بتاعت اليورين من فوق في الديستال في الاخر. يبقى هنا اللي حصل ان انا رجعت صوديوم بايكربونات لكن مش نفس الموليكيول اللي نزل في اليورين. ده بيحصل فين؟ بيحصل في كذا حته، اشهرهم البروكسيمال كومبيتيتيف تيوب، لكن بيحصل في اللوبو فينلي، بيحصل في الديستال كومبيتيتيف تيوب، بيحصل في كولكتنج دكت، بيحصل في اي حته، اي حته فيها صوديوم بوتاسيوم بامب من الممبرين ده وصوديوم وهيدروجين من الممبرين ده. وده موجود في الثلاث حتت دول كلهم، لكن اغلبها واكثرها بيحصل فين؟ بيحصل 80% ري ابزوربشن او ريكليميشن في بروكسيمال كومبيتيتيف تيوب. ده عملت تعويض، نزل موليكيول رجعت واحد مكانه. بس ده مش كفايه. ليه؟ لان انا مش مشكلتي في اللي بفقده في اليورين بس، ما اللي في اليورين ماشي رجعته، انا مشكلتي في اللي اتحرق اصلا في البلازما عايز اعوضه. فهنا محتاج ايه بقى؟ هنا محتاج جنريشن اوف نيو بايكربونات. جنريشن اوف نيو بايكربونات بيعتمد على حاجتين، امونيا او فوسفوريك اسيد وسلفوريك اسيد. ومعلش ملحوظه، هو انت ممكن لو قريت كلمه جنريشن اوف نيو بايكربونات من الامونيا يوصلك ان انا هجيب من الامونيا بايكربونات. لا 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 مش كده. امال ايه الامونيا دي؟ تعال نشوف ازاي هعمل نيو بايكربونات. اولا ده بيحصل في بروكسيمال ديستال كومبيتيتيف تيوب، نفس الرياكشن اللي شرحته في ري ابزوربشن هو هو هنا، هو هو بالنص. الاختلاف هنا ايه بس؟ الاختلاف ان مفيش هنا صوديوم بايكربونات فلتر. اهو كده كده عندي صوديوم رجع، واتيفر بقى الطريقه اللي رجع بيها، ورجع في البروكسيمال ديستال بنفس الطريقه. انا هو ان هنا في صوديوم هيدروجين بامب بدل مع الهيدروجين والصوديوم رجع، انا على طريق صوديوم بوتاسيوم. نفس الفكره اللي شرحتها في كله، انا بس مختصرها هنا في سهم واحد. وان الكربون دايوكسيد مسك في ميه نفس الكلام. كده انا عملت ايه؟ عملت صوديوم بايكربونات رجع على الدم من لا شيء. يعني ايه من لا شيء؟ انا رجع صوديوم بايكربونات مش قصاد صوديوم بايكربونات نزل في الدم. خلصنا كده. هو ايه؟ امال ايه امونيا؟ عايز امونيا ليه؟ هقول لحضرتك عايز امونيا في ايه. انا كده رميت هيدروجين في الدم صح؟ اسف في اليورين. الهيدروجين ده ماست بي بافرد، لازم يمسك في حاجه، ما ينفعش يفضل الهيدروجين كده. كده هيخلي تركيز الهيدروجين يزيد جدا في اليورين، وده مش صح. في ليميتد بي اتش في اليورين، ما ينفعش ابقى اقل منها 4 وشويه. فانا محتاج اعمل بافرنج للهيدروجين. في الريجنريشن اسف ري ابزوربشن هرجع لها، كان مين هنا بيعمل بافر لليورين؟ مين بيعمل بافر لليورين؟ البايكربونات اللي نازل بيمسك فيه ويضيعه. طب هنا بقى ان انا اصلا ما فيش بايكربونات نازل، انا محتاج اعمل بافرنج للهيدروجين الجديد اللي نزل في رياكشن اللي عامل لي بايكربونات جديد. هنا البافرنج بايه بقى؟ هنا بقى البافرنج بالامونيا. يبقى اما بقول جنريشن اوف نيو بايكربونات امونيا، الامونيا هنا دورها انها تعمل بافرنج للهيدروجين. ازاي؟ جوه الخليه طبعا الجلوتامين بيتحول لجلوتاميت وامونيا، والجلوتامين بيتحول امونيا في حتت كتير منها الليفر اعتقد، ولكن انا يعني باختصار شديد الجلوتامين بيتحول لامونيا.
ال H4 وال H4 ينزل في ال H3 اسف ينزل في اليورين ويمسك في الهيدروجين يبقى NH4 وبيمسك في الكلورايد يبقى اكسكريتي في صوره امونيوم كلورايد. يبقى دور الامونيا ايه في الجنريشن؟ هو البافرنج بتاع الهيدروجين الناتج عن تكوين نيو بايكربونات. ليه؟ ان انا هنا البايكربونات راجع مش قصاد بايكربونات نازل، فبالتالي الهيدروجين اللي نزل في اليورين ما فيش حاجه يمسك فيها، فانا محتاج اعمل له ايه؟ محتاج اعمل له بافر. نقطه مهمه بقى، فورميشن اوف امونيا اند سكريشن اوف امونيا في اليورين في حالات الميتابوليك اسيدوزز يحصل فيه ايه؟ يزيد. ازاي؟ ما انا لو جسمي في ميتابوليك اسيدوز بشرط ان الكيدني هي مش سبب ميتابوليك اسيدوزز، هيتحرق بايكربونات كتير في الدم عشان يصلح ميتابوليك اسيدوزز، فالكلى هتبتدي تشتغل هتعمل رياكشن قدامي ده كتير عشان تعمل جنريشن اوف نيو بايكربونات، فبالتالي هارمي هيدروجين كتير في اليورين، وطالما هارمي هيدروجين كتير في اليورين محتاج امونيا كتير. يبقى الفورميشن اوف امونيا والانكريزد والدي انكريزد ان ميتابوليك اسيدوزز اند ديكريزد ان ميتابوليك الكالوريز. تاني انا جسمي في ميتابوليك اسيدوزز بشرط ان الكيدني ما تكونش سبب فيه. ناخدوا بالك حضرتك الرياكشن اللي انا رسمه ده هستخدمه في حالات لما اجي افرق الاسيدوزز اللي هي النون اناين جاب او النورمال اناين جاب اسيدوز، هل هي رينال او نون رينال؟ هنستخدم الرياكشن الصوره اللي قدام حضراتكم دي ان شاء الله عشان اعرف الكلى هي السبب ولا لا. لو الكلى ما هياش السبب اوف الاسيدوزز فالكلى هتبقى سليمه، فالكلى وانا في اسيدوز عايزه تعمل بايكربونات كتير، فالرياكشن اللي انا رسمه قدام حضرتك ده هيشتغل، فالكلى هترمي هيدروجين كتير في اليورين محتاج اعمل له بافرين فهتكون امونيا كتير. والامونيا ملهاش ليميت قوي يعني، اقصد اقدر اعمل امونيا بكميه كبيره، فدور الامونيا في الاسيدوز بيزيد. يعني كمان شويه انا هشرح الرياكشن تاني دلوقتي، ان انا ممكن اعمل بافرنج للهيدروجين ده بالفوسفوريك اسيد او السلفوريك اسيد، ولكن مشكله الفوسفوريك والسلفوريك اسيد انهم ليهم ليميتد اماونت موجودين في اليورين مش هقدر ازود عنهم. فالبافرنج ميكانيزم بتاع الامونيا اهم. ليه؟ لان انا ممكن احول جلوتامين لامونيا، جلوتامين لامونيا، جلوتامين لامونيا، جلوتامين، ما عنديش ليميت شويه. الفوسفات والسلفوريك اللي نازلين في اليورين وعملوا بافرنج زي ما هيجي دلوقتي ليهم كميه محدده ما اقدرش ازيد عندها. فالبافرنج اكشن اوف الامونيا مهم جدا في حالات الميتابوليك اسيدوز. تعالوا عشان تفهموا قصدي بص على الفوسفوريك اسيد والسلفوريك اسيد، تعالوا نشرحها على الفوسفوريك اسيد. ازاي الفوسفوريك اسيد مهم في الجنريشن اوف نيو بايكربونات؟ الرياكشن بتاعي هو هو، خلاص عملت كربون دايكسايد في ميه ورجعت بايكربونات، رجعت صوديوم وعملت لهم ري ابزوربشن والدنيا زي الفل. نزل الهيدروجين عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له بافرنج ولا حاجه. قصه اصلا ان انا نازل اتنين موليكيول صوديوم ماسكين في فوسفات، موليكيول صوديوم هو اللي هيحصل له ري ابزوربشن، بقى عندي ان ايه صوديوم اتش بي او 4 يحصل ايه؟ يمسك في الهيدروجين يديني ايه؟ يديني ان ايه اتش 2 بي او 4 وينزل في اليورين. يبقى هنا الفوسفات عمل ايه؟ فوسفوريك اسيد وزي السلفوريك اسيد مسك في الهيدروجين ونزل بيه. طب كميه الفوسفات اللي نازله في اليورين ليميتد، انا مش خلاص هو حاصل فلتريشن لكميه معينه، هي الكميه دي ليها عدد معين، مهما زاد الهيدروجين هي كميه الفوسفات في اليورين هي ثابته هتمسك في الهيدروجين. بالتالي في حاله ميتابوليك اسيدوز ما قداميش فرصه ان انا ازود فوسفات في اليورين، ما الفوسفات اللي في اليورين اللي نازل ثابت. انما الامونيا اقدر ازود الايه؟ اقدر ازود الحجم بتاعها والكميه بتاعتها، عشان كده البافرنج اكشن بتاع الامونيا ايه؟ اهم من الفوسفات. كده الحمد لله خلصنا. اتمنى ان اليوم كان يبقى مفيد. انا هحاول ان شاء الله هحاول انزل اسئله ام سي كيو على النيفروتيوب خلال الفترات اللي جايه على الفسيولوجي عشان يبقى فيه تاكيدا للمعلومات اللي احنا درسناها. طبعا انا ما قلتش فسيولوجي كله، اكيد في حاجات وقعت وفي مواضيع او نقط ما فيهاش تفاصيل، ولكن حاولت على قد ما اقدر الم كل ما هو مهم ومتعلق بالكلينيكال براكتس. سامحوني لو في حاجه وقعت. والى لقاء اخر ان شاء الله باذن الله في بقيه بقى الكورسز بتاعتنا الاونلاين. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.